السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحه وسلام. اليوم مقطعنا راح يكون معلومات خاصه بالام اسيست، وشو راح نعدل نظام الام اسيست على مود يصير عندنا نظام الاهتزاز بالسلاح. يعني مو معناته الثبات، لا، اهتزاز بالسلاح. من تقيم انت بالسلاح تشوف انه يصير هزه بالسلاح، تقول هاي تدوخني. فراح اشرح لك قواعد واشرح لك معلومات تستفاد من عندها انت، وبنفس الوقت انت النظام اللي حتختاره على مود شنو الأنسب لك، تمام؟ فما بتطول عليكم لا بالمقدمة ولا بالشرح. كل اللي أتمناه من عندك بالوقت الحالي أنه تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي لك الفيديو، وتعال خلينا نشرح وندخل صلب الموضوع. حيا الله شباب مرة ثانية. شوف يا ولد، خلينا نروح للبرنامج الكرونيك زين، وراح أشوفكم صنع السكريبت خاص بس بجماعة البي سي اللي يلعبون على قطعة الكرونيك زين. هذا السكريبت مال مودرن 2، وان شاء الله بالمودرن 3 راح نحدث هذين السكريبتات، يعني اللي هو مال بلاي ستيشن 5 راح اقول عليه نسخه الكونسول ونسخه البي سي، تمام؟ فهذا السكريبت بالوقت الحالي هو قاعد يشتغل عليه مودرن 2. بالمستقبل ان شاء الله من تنزل مودرن 3 راح نسوي له ابديت ونشغله عليه مودرن 3، بس بالوقت الحالي مصنع السكريبتات اثنين، ركز وياي، هذا خاص بالبي سي وهذا خاص بالكونسول اكس بوكس، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5 بس. وهنا عندك السكريبت خاص بس بالبي سي، يعني هسه لما تشتري السكريبت لازم تركز تقول انا اريده على البي سي او اريده على الكونسول، انت تختار، تمام؟ خلينا نرجع هسه لسكريبت الكونسول. واليوم شرحنا راح يكون حصري فقط على الكونسول بلاي ستيشن 4 اكس بوكس بلاي ستيشن 5. ليش هسه المنصات هذني قاعد اشرح عليه هذا السكريبت هذني المنصات؟ لان يعني السكريبت مال البي سي مضبطه، واللي حشرحه ما راح يخص السكريبت مال بي سي، راح اكنسله قدامكم وراح اركز بس على الكونسول. ليش؟ لان هواي من الشباب يجون على الواتساب ومن يشترون من عند السكريبتس يقول له بزهره من ايم بالسلاح، سلاح مالتي قاعد ياخذ باتجاه الايمن، هيك انا من ايم بس اظل ايم السلاح هيك ياخذ باتجاه الايمن لحاله، يظل يمشي لحد الا واخر ايدي من الال 2 يلا يوقف. فشنو الموضوع ابو زهره؟ فانا شو اقول للشباب؟ الحل هذا الوحيد انه انت الاعدادات مالتك، السيتنج مالتك داخل اللعبه سوي لها اعاده افتراضي، سوي ضبط اعاده افتراضي، تمام؟ على مود الاعدادات اللي عندك راح السكريبت يرجع للافتراضي. ليش؟ لان انا مصنع السكريبت افتراضي، وبعدين العب بي جيم جيمين وارجع لاعداداتك مالتك اللي هي سيتنج مالتك السرعه شلون انتخالها من عدد تغيير الازرار فقط. فاسرح اشرح لك قواعد نظام الام اسيست، وانت راح هنا تختار اللي يناسبك مثل ما شرحت بدايه الفيديو. انا تطولت بس اعطيك فد معلومات انه من ضمن الحلول، تمام؟ فركزوا وياي. شوف يا صاحبي، هسه ايش عندنا؟ احنا عندنا قواعد اثنين، انا راح اسمي لك اياها قواعد اثنين. شوف يا صاحبي، ايد من عندك انت تركز، هسه انا حشرح لك شرح وكأنه أنت قدامي قاعد أشرح لك أنت مطور للسكريبتات. أنا عندي قواعد اثنين نظام الام اسيست، دائما أختار هاي القواعد، فجبت القواعد اثنين وما حشرح لك عليهم على ما يصير عندك أنت فد معلومة أو خلفية كاملة، وأنت راح تحدد اللي تريده أنت. تشوف السان شلون بجمد هاي القاعدة الثانية على مدته هنا من حشرح لك أنا، أنت راح تختار. هاي القاعدة ما نظام الام اسيست يشتغل بأنوية رقم واحد، يعني أنوية رقم واحد فقط. هنا بهذا الام اسيست بهاي القاعدة تشتغل أنوية رقم اثنين. هسه تقول له بزهرة الأنوية ما أعرفها شنو والقواعد اللي قاعد أشرح عليها شنو؟ خلنا أشرح على القاعدة رقم واحد من نظام الام اسيست. خلنا أشرح لك هسه بنظام بس بكود 19 وبكود 20 ايش راح يصير بالأنظمة مال الام اسيست، يعني بصير عندك فد معلومة، تمام؟ خلنا أحكي لك هسه بكود 19 المودرن 1، تمام؟ نظام الام اسيست يشتغل بأنويات اثنين. فأنا ايش سويت؟ قلت ليش ما أشغل نظام الام اسيست بانوي رقم واحد على مود الهزه مال السلاح تروح من عندها على مود يصير عندنا هزه بالنظام السلاح. الهزه شنو يا ابو زهراء؟ اكو ناس تفهم الهزه ثبات، لا، الهزه بس بالام اسيست. هسه قاعد اشرح لكم بس بالام اسيست، هو اليوم شرحنا كله بس على نظام الام اسيست، تمام؟ خلي اعرفكم شنو الانويه رقم واحد وشون اختارت هذا الانويه رقم واحد. نجي على هذا الخيار، تمام؟ ونختار هذا الخيار، نقول السكريبت تشتغل بنظام البي سي. خلينا نشوف التعديل اللي عدلنا عليه. من انت تجي تضغط ال2 بالجويستيك ركز لي على نظام اللي هو الار اكس، ده يشتغل بانويه رقم واحد، انويه رقم واحد. ليش انا اختاريت انويه رقم واحد ورقم انه المودرن ال2 اللي هي كود 19
لازم تشتغل بأنوية اثنين مو أنوية رقم واحد. يعني اللي هسه تشوفون هسه عندنا يا هو عندنا الـ RX ولازم يشتغل أنوية ثانية اللي هو الـ RY. ليش؟ على مود يصير عندنا سالب موجب، على مود السلاح لا يروح من أنت تأيم بالسلاح نظام الـ MSS تطلع عمود لا يأخذ بس أنوية رقم واحد هو لو موجب لو سالب، من أنت تأيم السلاح جزء يأخذ يمنه أو يأخذ يسرى. ليش؟ لأن أنا خالة تشوفون خالة بأنوية رقم سالب اللي هو شنو؟ السالب. هسا أنا حولته كان موجب يروح شوية يمين، حولته باتجاه الأيسر، تمام؟ ليش؟ ليش أبو زارة تخليه أنوية رقم واحد؟ تدرون ليش يا ولد؟ على مود أشيل الهزة من اهتز السلاح هيك يهتز من التأييم. هذا نظام ايم اسيست. فأنا سويت شيلت وحدة من الأنوية وخليت أنوية وحدة تشتغل على مود الهزة تروح، بس راح يصير عندك شوية ياخذ لو يمنه لو يسرى، هو راح يروح يسرى. انت يمك من بالإعدادات مالتك إذا رافع السيتنج عالي حساسية التصويب ترفعها كلش عالي ما راح يهز السلاح، بس لو ياخذ يمنه هيك يضل السلاح يمشي، لو راح ياخذ يسرى يضل السلاح هيك يمشي على كيف. فانت شو تسوي هنا على مود تحل هاي المشكلة وتختار الأنوية رقم واحد على بدون هزة الإعدادات مال اللعبة مالتك، سوي هنا إعادة ضبط افتراضي، العب لك جيم جيمين وارجع مرة ثانية ارفع حساسية التصويب. ليش؟ على مود نظام اللعبة تمام يستوعب الأنوية رقم واحد، يستوعب السكريبت اللي انت موجود بالقطعة الكرون زين، وايضا السكريبت هم يستوعب اللعبة، يعني يصير وكأنه اندماج تقوم يقرأ صحيح ان هاي القاعده مال نظام الامسس لان على مود يشتغل انوي رقم واحد. ليش؟ لان هو انا باعتبار انه ما يصير تخلي انوي رقم واحد، لازم انوي رقم اثنين. ليش؟ على مود يصير عندنا سالب موجب، على مود شنو النظام من تأيم بالسلاح السلاح يظل يرجف بالبكان اللي انت ايمت بي، ما ياخذ لا يمنى ولا يسرى. فانا سويت تكرت هذا الابتكار، انت سوي هاي الطريقه، سوي ضبط اعدادات اللعبه. هواي ناس دا أقولهم سووا هاي الطريقة وجاي تضبط عندهم، وهواي أكو ناس نفس الوقت ما جاي تضبط عندهم، بعد السلاح دا ياخذ يمنه دا يقول لي والله بزهرة سويت إعدادات افتراضية مع اللعبة كلها سويتها افتراضي، ومن أجي أيم السلاح بعد دا ياخذ من أدوس L2 ياخذ يمين. فهنا يبقى حل لهاي المشكلة إنه أنت ترجع على الأنوية اللي هي القاعدة بأنوية رقم اثنين، يشتغل أنوية بهذه اللي حددت عليه، يشتغل أنوية اثنين اللي هو سالب وموجب، يعني يمين يسار يصير عندك سالب وموجب، ما يروح السلاح لا يمين ولا يسار، بس راح تحصل الهزة يقوم السلاح بالمكان متأيم التعليق راح يقوم السلاح يرجف. هذا الاختيار، ها ليش شرحت لكم بداية الفيديو قلت لكم انتوا راح تختارون هذا الشيء، انا بعد بالنسبة لي شرحت لك القاعدة الصحيحة لك. انا بالنسبة لي قاعد استخدم هاي القاعدة نظام الامسس بأنوية رقم واحد، والحمد لله لا ياخذ يمنه ولا ياخذ يسره، بس الاعدادات ما تسويتها بالبداية افتراضي، ولعبت جيمين ثلاثة ورجعت اعداداتي للستنج مات الخاص بي الحساسية التصويب اللي هي حساسية التصويب اللي هي من ستنج سرعة الكاميرا. تقول ابو زهرة انا سويت هاي الخطوات اللي انت قلت عليها وانا مشتري السكت من عندك، ونفس الحالة على هاي القاعدة رقم واحد نفس الشيء، انا راح ارجع على نظام اللي هو النظام السالب والموجب على مود لا ياخذ لا يمنى ولا يسرى السلاح. فكل اللي عليك يا صاحبي شو تسوي؟ تسوي بهالشكل هذا، تظلل بهالشكل هذا، تشوف شلون ظللت ثاني؟ ظللت هذه الخطوط وظللت هاي الخوارزميه وظللت هذني، سوي لهم ديليت. بعد ما تسوي ديليت راح ترجع على هاي الخوارزميه الاخر شيء جوا، تشوف هسه هاي اللي ظللت عليها راح ازوم لك عليها بالكاميرا، هذه من تحذفها راح يشتغل عندك القاعدة رقم اثنين اللي هو بيها أنوية رقم اثنين، الأنوية بيها رقم اثنين راح يصير عندك سالب موجب، بس راح تحصل نظام الهزة بالسلاح. هذا الشيء اختياري بعد يمك، لأن هو هذا نظام الـ MSS اللي قاعد أشرح عليه، ماكو غيره، ماكو أفضل من هاي الشيء أنا قاعد أشرح لك عليه بنظام السكريبت اللي هو كود 19، وإن شاء الله بالمرور الزمن راح نسوي تحديث أبديت اللي يشتغل على السكريبت على كود 20. هذه الشرح اللي كان هذا اليوم، يبقى الاختيار يمك. واذا تقول ابو زهرة انا شلون انا مشتري السكريبت من عندك بهاي القاعده الانوي رقم واحد، شلون احصل على هذا القاعده هاي، شلون احصل عليها؟ انا ما اقدر ارسل لك سكريبت مجانا، بما انه انت تقول ابو زهرة انا مشتري من عندك سكريبت راح اسوي لك نسخ لهذا هاي القاعده رقم اثنين، راح اخليك في صندوق الوصف تقدر تحملها الهاي وتسويها لصق عندك على نظام الامسيست معرض البيع. اذا حاب تشتري سعره $20
دولار، ستوري اماراتي امريكي او زين كاش او اسيا. هذين طرق الدفع، يا تتمكن من عده تقدر تشتري. بعد ما تشتري هذا السكريبت اللي هو 1.11، ما غيرت الاصدار مالته لان ما بس تعديل، هذا مو تحديث او معلومه، انت يعني انا دا اقدم لك فد معلومه. اذا اشتريت من عندي هذا السكريبت، انت راح تختار من عندي تقول بزاره، بعد ما شرائك تروح تستخدم السكريبت وتسوي الطرق اللي انا شرحتها قبل شويه. ما ضبط وياك بما انه تقول بزاره اشتريت هذا التحديث اللي هو هذا هسه بالفيديو، اريد من عندك ترجعني على هذا النظام، خليه يهتز السلاح شويه بس ما يروح لا يمنى ولا يسرى، عادي جدا طبيعي ارجع اعدل لك على نظام السكريبت. طيب يا شباب، طبعا لهنا نختم لكم هذا الفيديو. كل الحب والتقدير لك ما طلع قصات نهايه هذا الفيديو. اللي اتمناه من عندك تشترك بالقناه، تفعل جرس التنبيهات. نشوفكم على خير ونقول لكم يا شباب في مالا.